بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي طلاب الصف السابع ودرس جديد من دروس العلوم العامة الوحدة الأولى وعنوان درس اليوم ماذا تعرف عن نموذج الجزيمات حصة المشروع أهداف الدرس في نهاية هذا الدرس يتوقع أن من الطالب أن يكون قادرا على أن يشرح حالات المادة الثلاث باستخدام نموذج الجسيمات، التهيئة أشياء تعلمتها. المادة: هناك أبنائي ثلاث أنواع من المواد؛ النوع الأول هي المادة الصلبة، جسيماتها ثابتة في مواقعها، وأيضًا كثافتها كبيرة، غير قابلة للانضغاط، ولا يحدث انتشار في المواد الصلبة. اما الماده السائله فجسيمتها تتحرك فوق بعضها البعض كثافتها قليله وقابليه الانضغاط منخفضه جدا يحدث انتشار في السوائل اما الماده الغازيه فجسيماتها حره الحركه وكثافتها قليله جدا وقابليه الانضغاط عاليه جدا وبالتالي يحدث الانتشار بسرعة وسهولة في المواد الغازية. ننتقل أبنائي إلى مشروع الوحدة وعنوانه: ماذا تعرف عن نموذج الجسيمات؟ افتح الكتاب صفحة 52 إلى صفحة 61. هذا هو المشروع. نبدأ بمرحلة التنفيذ، ثم يليها مرحلة التقييم. سنبدأ أولا مرحلة التنفيذ تشمل ثلاث مراحل واحد إجراء التجارب كمصباح الحمم ومصباح الغبار والبلورة الملونة والحبر الملون والمحقن لتحديد ومقارنة خصائص المواد هنا مصباح الغبار وهنا مصباح الحمم ثانيا شرح خصائص المادة كالشكل والحجم والكثافة والانتشار والتدفق والانضغاط. ثالثاً: رسم مخططات الجسيمات لشرح الترتيب والحركة والتباعد لحالات المادة. نبدأ مصباح الغبار. شاهد جزيئات الغبار باستخدام شعاع المصباح اليدوي في غرفة مظلمة. كما ترى أمامك هذا هو المصباح اليدوي. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أبنائي أن المسافات بين جسيمات الغبار كبيرة جدا مما يسمح لها بالانتشار بصورة أكبر كذلك قوة التجاذب بين الجسيمات ضعيفة جدا أو تكاد تكون منعدمة التجربة الثانية مصباح الحمم أسكب 20 سنتيمتر مكعب تقريبا من الخل في زجاجة شفافة أضف 50 سنتيمتر مكعب من الزيت النباتي مع عشر قطرات من ملون الطعام. حضر مزيجًا من مسحوق الخبز والماء وأضيفه إلى الزجاجة ليظهر الشكل الذي أمامنا. شاهد جسيمات الماء الملون. نلاحظ أبنائي أن المسافات بين جسيمات السائل تكون متقاربة وتنزلق فوق بعضها البعض مما يسمح لها بالتدفق وتغيير شكلها. وكذلك قوى التجاذب بين جسيماتها متوسطة. الآن إلى التجربة الثالثة وهي البلورة الملونة في طبق الأجار. إحضر بلورة ملونة كالذي في الشكل أمامك. ضع البلورة الملونة في طبق الأجار. لاحظ هل يتغير شكل البلورة أو تتحرك جسيماتها؟ لاحظ البلورات في طبق الاجار سوف يتبين لك ان الشكل لا يتغير والحجم ايضا لا يتغير لان المسافات بين الجسيمات صغيرة جدا وتتحرك فى اماكنها ولذلك لا يتغير شكلها ولا حجمها وايضا قوة التجاذب بين جزيماتها قوية جدا التجربه الرابعه الحبر الملون فى المحقن ضع طبقة من الماء في محقن كالذي أمامنا في الشكل. إتبع طبقة الماء بطبقة من الحبر الملون في المحقن. لاحظ خصائص المادة من حيث التدفق والانتشار. شاهد جسيمات الماء الملون في المحقن. المسافات بين جسيمات السائل تكون متقاربة وتنزلق فوق بعضها البعض مما يسمح لها بالتدفق كما تغير من شكلها وقوه التجاذب بين جسيماتها متوسطه مما يجعل القدره على الانضغاط قليله جدا اخيرا مقارنه خصائص الماده وحالاتها لديك المواد الاتيه معجون الاسنان جل الشعر رغوة الحلاقة، البلاستيسين، وأخيرا المياه الغازية، حركة الجسيمات في المواد المختلفة بمعلومية المسافات بين الجسيمات وقوى التماسك. أولا المادة الصلبة، هذا هو شكل جسيمات المادة الصلبة، كما نلاحظ فالمسافات بين الجسيمات قريبه جدا كذلك قوه التماسك كبيره جدا فليس لها قدره على التدفق وكثافتها كبيره ولها حجم ثابت وشكل ثابت كما انها ليس لها القدره على الانضغاط الماده السائله هذا هو شكل جسيمات الماده السائله ونلاحظ ابنائي ان المسافه بين الجسيمات متقاربه وتستطيع الجسيمات ان تنزلق فوق بعضها البعض، لذلك فلها شكل متغير وحجم ثابت، ولها قدره قليله علي الانضغاط، وايضا لها قدره علي التدفق وكثافتها اقل من الماده الصلبه، اخيرا الماده الغازيه. هذا هو الشكل جسيمات المادة الغازية وكما تلاحظ عزيز الطالب المسافات بين الجسيمات كبيرة جدا وقوة تجاذب صغيرة جدا أو منعدمة مما يعطيها حرية في الحركة لذلك فالغازات ليس لها شكل ثابت أو حجم ثابت وقدرتها على التدفق عالية جدا وأيضا قدرتها على الانضغاط عالية جدا وكثافتها أقل من المادة السائلة والصلبة الآن إلى تقديم تقرير استخلاص النتائج موضح فيه كل تجربة والخاصية ورسم المخطط. يمكنك استخدام برامج مختلفة لعرض المشروع ومنها باوربوينت أو مايكروسوفت وورد ومشاركتها مع معلمك وزملائك في برنامج تيمز. فمثلا العرض التقديمي للطالب أي التجربة البلورة الملونة أسمع أحدكم يقول الشكل والحجم أحسنتم ثابتين وقوة التجاذب قوية جدا ومخطط الجسيمات كما شاهدنا الجسيمات قريبة جدا من بعضها وتفسير ذلك أن المسافات بين الجسيمات صغيرة جدا وقوة التجاذب كبيرة جدا ناتي الى الحبر الملون في محقن الشكل والحجم الشكل متغير والحجم ثابت لان قوه التجاذب متوسطه وهذا هو شكل الجسيمات وتفسير ذلك ان المسافات بين الجسيمات متقاربه وقوه التجاذب متوسطه ناتي الى مصباح الحمم والشكل متغير والحجم ثابت وقوة التجاذب أحسنتم متوسطة ومخطط الجسيمات كما نرى أمامنا نفس السائل ونفس التفسير أيضا لأن المسافات متقاربة وقوة التجاذب متوسطة نتحرك معا إلى جزيئات الغبار فالشكل متغير وأيضا الحجم متغير أسمع أحدكم يقول أحسنتم قوة التجاذب ضعيفة جدا أو تكاد تكون منعدمة وهذا هو شكل الجسيمات والسبب أن المسافات بين الجسيمات كبيرة جدا وقوة التجاذب ضعيفة جدا نتحرك الآن أبنائي إلى خصائص المادة مثل معجون الأسنان وجل الشعر ورغوة الحلاقة والبلاستيسين والمياه الغازية أما عن الشكل والحجم فمعجون الأسنان ورغوة الحلاقة وجل الشعر والمياه الغازية كونهم سوائل أسمع أحدكم يقول إذا الشكل متغير والحجم ثابت أما البلاستيسين فهو صلب لذلك الحجم والشكل ثابتين ننتقل إلى قوة التجاذب فهي متوسطة في السوائل وقوية جدا في الصلب وهذا هو شكل حركه الجسيمات في السوائل وشكل حركه الجسيمات في الصلب وتفسير الخاصيه في السوائل المسافات بين الجسيمات متقاربه وقوه التجاذب متوسطه والتي يمثلها معجون الاسنان ورغوه الحلاقه وجل الشعر والمياه الغازيه اما في الصلب المسافات بين الجسيمات صغيرة جدا وقوة التجاذب كبيرة جدا وهو يمثله البلاستيسين نتحرك إلى الطالب بي أجرى الطالب بي نفس الجدول ولكن ينقصه خصائص المادة لم يقم بعمل المقارنة في بند خصائص المادة أما الطالب سي سوف أترككم لتعرفوا ما الذي اخطا فيه الطالب سي اسمع احدكم يقول احسن الشكل والحجم للبلوره الملونه لكونها ماده صلبه ليسوا متغيرين ولكن الاجابه الصحيحه انهما ثابتتين وايضا قوى التجاذب في جزيئات البخار ليست قويه وبالتالي كونها ماده غازيه فقوة التجاذب ضعيفة جدا أو تكاد تكون منعدمة الآن العرض التقديمي للطالب A إيه؟ في المعيار يحقق هدف المشروع تنفيذ عدد من الأنشطة وشرحها باستخدام نموذج الجسيمات قام الطالب بإكمال جميع الأنشطة بشكل صحيح وأيضا قدم جميع الشروحات فأخذ العلامة كاملة وهي أربعة أما عن مخططات الجسيمات فأيضاً قام الطالب إيه بجميع الأنشطة تضمن مخططات الجسيمات ومخططات جسيمات صحيحة من الناحية العلمية كذلك في بند الملاحظة وملاحظة خصائص المواد والتحليل ورسم المخططات كان أداؤه أيضاً يستحق العلامة الكاملة وهي أربعة. أما معروض بشكل واضح وموجز بحيث يسهل فهم المخطط والشرح، أيضاً استحق الطالب A العلامة كاملة، أظهرت كفاية التفكير الناقد من حيث التفسير، فكانت العلامة أيضاً كاملة للطالب A. هذا هو العرض التقديمي للطالب B. في بند تحقيق المشروع، كان هناك جزء ناقص وهو خصائص المواد. لذلك أخذ جيد جدا ويستحق ثلاثة، وأيضا في المخططات الجسيمات فأخذ جيد جدا ثلاثة، وفي بند الاستقصاء العلمي أخذ ثلاثة، وفي بند معروض بشكل واضح أخذ ثلاثة، وفي بند التفكير الناقد أيضا أخذ ثلاثة، لأن هناك وجه المقارنة ناقص، أما الطالب سي. أخطأ الطالب سي في بندين من البنود؛ لذلك استحق درجة ثلاثة؛ لأنه لم يكمل جميع الأنشطة بصورة صحيحة، ومخططات الجسيمات أخذ فيها اثنان؛ كذلك الاستقصاء العلمي والملاحظة أخذ درجتين، والعرض بصورة مجازة أخذ ثلاث درجات، وإظهار التفكير الناقد أيضًا أخذ ثلاث درجات. الى هنا أبنائي تنتهي حلقتنا مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته